من فضل مكة مضاعفة الحسنات بها وكذلك السيئات، على أنه لو هم الإنسان بسيئة كتبت عليه بخلاف غيرها من البقاع. كذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنه قال: لو أن رجلا هم بقتل مؤمن عند البيت وهو بعدن أبين، يعني في آخر بلاد اليمن في محافظة أبين، أذاقه الله في الدنيا العذاب الأليم. وقال الضحاك: إن الرجل يهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب عليه ولو لم يعملها. وقال مجاهد: تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات. وسئل أحمد: هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ قال: لا، إلا بمكة لتعظيم البلد. وقال الحسن البصري: صوم يوم بمكة ب100,000 يوم، وصدقة درهم ب100,000، وكل حسنة ب100,000.